إن المشاعر والأحاسيس هي ما يميز البشر، وهي ما ترقى بآدميتهم، وهو ما يجب احترامه. ولذلك حق علينا أن نعمل ليشمل هذا الاحترام جميع الأفراد من ذوي الإعاقة الذهنية، وهو حق لهم ليس فيه تنازل منا. روايات وقصص تحكي واقع شريحة كبيرة مختلفون عنا، ومع اختلافهم واختلاف أجناسهم وأديانهم وأعمارهم، تمتلئ حياتهم بحوادث من الإنجاز أشبه بالروايات. ويظل أوضح ما يميز حياتهم صداقة حقة وصحبة حميمة تحيطها المحبة ويحتضنها الود، فهم لا يجيدون سوى العاطفة الحقة بعيدة عن الرياء ودوافع المصلحة. حكاية رفاق درب. مشعل رشيد، خالد الدوسري. صبيان يعانيان من متلازمة الداون، أدى احتضان أسرهم وحمايتهم لهم من واقع العزل والحرمان إلى تطور قدراتهم الذهنية والبدنية بدرجة كبيرة. مع معاناتهم ينشدون الآمال ويرون في الدنيا متسع للجميع، وها نحن نقف متفرجين على إنجازهم كشاهد أعيان. تطوعوا وشاركوا بأوسع حملة تطوعية للتعريف بذوي الإعاقة الذهنية والتعريف بالجهات التي تدعمهم كأعضاء في الفريق الخاص المنظم لهذه الحملة. أعضاء في رحلة الأمل البحرية عقدوا العزم على تحمل أهوال البحر لعدة شهور من أجل المشاركة بنقل معاناة زملائهم على مستوى العالم، كما شاركوا بالأنشطة السابقة للرحلة للتعريف بأغراضها الهادفة لنبذ مفاهيمنا الخاطئة عن تلك الفئة. سلكوا معا دربا فيه مشقة وصعوبة وتعب لمساعدتنا في تفهم وتقبل أوضاعهم ومعرفة قدراتهم، فلم تهن قواهم ولم يستسلموا، بل ألهمونا الصبر والشجاعة. يبثون مقابل إحباطنا الأمل، وينسجوا من آلامهم الصبر، ومن وسط صحراء يأسنا لا ترى عيونهم إلا التفاؤل والابتسام. جماعتهم روح التحدي والانتماء للوطن، لأنهم يشعرون بالمسؤولية كالآخرين. أنا أحبه بحترمه أو الفنان المخلص. لم يأبهوا لمن انتقص منهم أو أدار لهم الظهر، فهم لا يحتاجون لعطفنا بقدر ما يحتاجون لإتاحة الفرص اللازمة، وعدم فهمنا لهم ليس ذنبهم ولكنه تعال وقصور منا. تجولوا بين المدارس وفي المؤتمرات والندوات، وزاروا أعضاء مجلس الأمة لإثراء أفكارنا من واقع تجاربهم في الملاعب والأنشطة وحب الحياة وحب الوطن. نعم إنهم مختلفون، ولكنهم راضون بحكم الكريم الذي أعطاهم بلا حدود ولا حساب، وهذا سر تفوقهم معنا وسر فشلنا معهم. كافحوا لإفهامنا بأن إعاقتهم ليست سببا كافيا يقف دون الإنجاز، وأن الفشل ليس ببالهم بقدر ما هو ببال بعضنا المتخلف. بعثوا برسائل لنفهم منها قدرتهم على التعلم والتدرب، ولنفهم منها أن رعايتهم أسهل من إصلاح قلب قاس وعقل متصلب. ومع أقرانهم تفوقوا في المراتب ورقوا بالمجد عاليا وحققوا بالإصرار أعلى النتائج. إنها رسالة رائعة تظهر قدرتهم في الوصول لقمم النجاح
إن لم يكن الإهمال نصيبا. هذه هي حكاية عينة من ذوي الإعاقة الذهنية تمثل نسبة ضئيلة من أعداد زملائهم من هذه الفئة من مختلف الأعمار والأجناس، من الآلاف الذين زينوا طفولتهم بالكؤوس والدروع والمحبة واستحقوا أن نضع على صدورهم من الورد باقات لما بينهم وبين الفوز من حلف يكاد يكون دائم. يستفاد من حكاية رفاق الدرب في فتح أبواب الحياة لأفراد هذه الفئة وقبولهم واحترام وجودهم أينما كانوا، وأن نطرح الثقة بهم كفئة منتجة نحسن التصرف معهم لنبني وطنا معا لبنة على لبنة، متذكرين ما عجزنا عن عمله وعمله نيابة عنا برفع علم الكويت خفاقا في كثير من الدول بمختلف المناسبات. هذا هو اختلافهم عنا كاختلاف الهلال عن النجوم، فالهلال واحد ومع ذلك يصوم ويفطر عليه الناس ومن خلاله نرى العيد. فكم خلقوا لنا بانتصارهم سعادة وبإبداعهم أعيادا. مع تحيات رحلة الأمل.